تانيا أسيس السوبرانو مؤسسة ورئيسة جمعية وان لبنان موجودة معنا اليوم. هلا أنت سوربريز بحد نفسك، بس الناس مش عارفين قد ايه سوربريز كبيرة. بونجور تانيا. ينعاد عليك. وعليك. دايما هالتوحد وهالوحدة وهالألفة موضوع غالي عليك كتير. كتير. ودايما بتحكي عنه إن كان بوان لبنان أو بهالعيد يلي هو كمان وان لكل الطوايف. شو بتحكينا هيك عن عيد البشارة يلي بيأثر فيك؟ لك أول شيء أنا فخورة أنه يكون لبنان أول بلد والوحيد، البلد الوحيد يلي بيعيد عيد البشارة عيد وطني إسلامي مسيحي. ومثل ما بتعرفي نحن هيدا العيد صرنا كذا سنة عم نعيده، وشفنا هالسنتين يعني من سنة الماضية بلدان العربية بلشت كمان تعطي أهمية للوحدة الوطنية، أو إذا بدك تلاقي الأديان. أنا شاركت بالإمارات بافتتاح قمة التسامح يلي كمان كانت عم تحمل هيدا الشعار، وهالسنة كل هالسنة بالإمارات هو التام موضوع هو التسامح. وكنت بافتتاح كنيسة وجامعة بأول السنة بمصر بالعاصمة الجديدة، وكمان قدمنا الصلاة الإسلامية المسيحية لأول مرة ببلد عربي غير لبنان. فبفتكر لبنان دائما كان السباق، كان يعطي دائما إذا بدك المساج الحلو. وهيدا عيد كتير مهم لإلي، وبحس إنه دماج إنه الناس ما كتير بيعرفوا غير إنه هو عيد البشارة. ليه تعين عيد إسلامي مسيحي؟ لأنه سيدتنا مريم هي اللي هي إذا بدك تربط الجميع وبتجمع الجميع دير من دارها، لأنها هي كتير أكيد كتير مذكورة بالقرآن الكريم وأكيد بالإنجيل، والإسلام المسيحية بيصلوا كتير. حضرتي لنا فيديو رح نشوفه نحن عم نتحدث أيضا عن بيحكي كمان أو له علاقة بعيد البشارة. شو هو الفيديو رح نشوفه؟ هو حبينا نفرجي أنه نحن وقت نمشي بحياتنا اليومية إذا بدك، نحن مع أشخاص من عدة طوائف، أوقات ما كتير من نعرف أو منلاحظ أنه هن من غير، لأنه نكون من طائفة غير مش يعني نحن مختلفين أو غير، عرفتي؟ هو أكتر أنه هذا شيء شخصي نحن منآمن فيه، بس فينا نعيش كلنا سوا. فحبينا رحنا بسوق جبال، وبقلب سوق جبال شفنا أشخاص من كل الطوايف عم تتمشى وعم تحكي وعم تتغدى مع بعضها، وبالآخر في فريزينج وبتشوف أنه كلهم كل واحد مع الليبل تبعه، هالليبل كلهم بيروحوا تيجتمعوا تحت ليبل لبنان الواحد. خليني أعلق على موضوع جبال اللي هي من المناطق الأكثر المناطق المختلفة، المناطق يلي عن جد فيها تعايش رائع، ودايما بنحكي عنه كل شخص عاش بجبال بيعرف، مش بس بالاسم بنسمع الجرس وبنسمع الأذان، الناس هيك عايشين بهالألفة هاي، ما بيعرفوا شو يعني عنصرية، ما بيعرفوا شو يعني طائفية. يعني خلينا نشوف هالفيديو. البلد الوحيد بالعالم اللي بيحتفل بعيد البشارة كعيد وطني إسلامي مسيحي. عيد واحد، لبنان واحد. وهالروحية عم بتبثيها لكل الطلاب يلي بيتعلموا عندك، إن كانوا بإيكول تانيا أسيس أو هالطلاب يلي رح نشوفهم اليوم وصاروا معنا بالاستوديو. عنا 90 ولد رح بيكونوا عم بيغنوا عم بيرتلوا عنا بالاستوديو، اضطرينا نقسمهم على شي 3-4 استوديوهات حقيقة ليساعوا معنا. تانيا، مين هالطلاب وكيف علمتوهم؟ هلو. هالطلاب هن من مدارس رسمية ببيروت. No. أنا كان هيدا بروجي كتير بيعز على قلبي من فترة. وكنت حابة ننشر الموسيقى بالمدارس الرسمية، لأنه بأمل بالموسيقى، الموسيقى بتجمع وبتسقف وبتخلي الناس تتعلم احترام الآخر.
فبدي أشكر وزارة التربية يلي كتير ساعدتنا تنقي أول 4 مدارس. هالمدارس قدرنا نحن يعني نشتغل على البروجي تبعهم من سبتمبر لآخر السنة. كمان هون بشكر شركة توتش اللي هي عملت سبونسر لهذا البروجي. بلشنا بأربع مدارس تكرمل بعدين بأي مناطق بيروت بلشنا بيكون. بيروت بس 4 مدارس من 4 طوايف مختلفة حتى نكون عم نجمع إذا بدك نغطي كل بيروت. نعم. والبروجي بلش هيك بايلوت تنشوف إذا نجحنا فيه بدنا ننتشر فيه أكتر. فمن هلأ ورايح كل بروجيت وان لبنان حفلات وان لبنان رح يكون رايعون لهذا البروجي. هالبروجي اسمه وان فويس إنه صوت واحد تيغنوا للبنان الواحد. في لك إنه كتير مبسوطين الأولاد وبتحس إنك عم تعطيهم عن جد شيء بتقويهم فيه وعم بيلتقوا مع بعضهم وعم بينجبروا يحترموا بعضهم تيقدروا ينجحوا سوا هالحفلات. هيدا التكاتف يعني هون تيم وورك. ما في حدا يغني على ليلى مثل ما منقول. مجبورين يكونوا عم بيغنوا سوا عم بيتمرنوا سوا عم بيعطوا بعض هالصوت الحلو يلي رح نسمعه هلأ بأول أغنية. شو رح نسمع بالأول؟ نشيد يمكن وان لبنان. خلينا نسمع أغنية وان لبنان من هالطلاب. القلب والعين بسواد وإيدين نحمي سمر يا لبنان. لا بالدم لا بالروح لا بوجوه عم بنوح وعيون غرقاني بالأحزان للحياة اللي جاي للماضي كمان للأرض للخير للإنسان. Dream one wish one flag one hope this is our call for one Lebanon one voice and one message one future we'll build hand in hand for one Lebanon a rainbow of hope to be spread through one love one Lebanon united for tomorrow. وهي بلدنا لولا الحزن بعدنا وحده هوى يجمعنا وبيقربنا لي لو مهما يصير لولا تعبنا وعنا كل أسى غربنا نرجع سوا وبيجمعنا ذات المصير ذات المصير راجعين عالكلمة مجتمعين والموسيقى الروح ما إلها لون ودين نغني ونقول نحنا سوا عطول يبقى إلنا لبنان إلنا لبنان جايين نقول ما بدنا دم وحروب نحنا للسلام عسكر وسلاح نقلوب لشو الأوطان هوا هوا البنيان لو لعيون الإنسان لو مين ما كان لبنان يونايتد فور تومورو وان لبنان another way to go let's join our forces for one love before one people for one nation. برافو بيطيروا العقل عن جد. يعني عم بتكونوا عم بتمرنون ضمن الدوام المدرسة. إيه؟ كيف عم بيتقسم العمل؟ هلا اول شيء بدي اوجه لفاروق يلي غنى سولو بالغنيه وبدي اشكر كثير شربل استاذ شربل يلي هو تابع لاكاديميه تانيا اسيس بس هو كمان عم بيروح يتطوع ويعطي الدروس كل جمعه بالمدرسه. نحن تنهينا على التلاميذ وعلى اهالي التلاميذ ما حبينا انه نظهرهم من المدرسه وبيروح الاستاذ لعنده على المدرسه من بعد دوام الصفوف وبيعطيهم ساعة كل جمعة بيتمرن. وفي قلك إنه اللي سمعناه اليوم ما بيشبه أبدا اللي سمعناه بسبتمبر. يعني حتى النشيد الوطني كانوا يغنوا غلط. يعني بتحسي ما كان عندهم موسيقى بضمن برنامجهم. بلا في كم مدارس كان عندهم بس بصفوف صغيرة وقت بيكبروا التلاميذ ما بيقعدوا يكفونوا الموسيقى للأسف. وللأسف لأنه بتحسي إنه بلشت شيء وقفتي بس إنه بفهم كمان المدارس لأنه في كتير درس في ضغط درس ومش دائما هين إنك تقدري كمان تزيد أساتذة. بس مش كانوا كتير يعني وبوجه تحية لكل المدراء للمدارس
المدارس اللي عم يحضرونا اكيد اليوم يلي هن كثير فخورين من تلاميذهم، وبدي اشكرهم لانه كثير كمان عم بيعطونا من وقتهم ومن جهدهم كرمال تنسيق كل هذا الشغل وانهم يجوا اليوم. بقول لك انه بدي اشكر الام تي في لانه اليوم عم تحقق لهم حلم لهالتلاميذ وهن كثير مبسوطين انه يكونوا هون اليوم. روعه. ونحن بدنا نقول لهم انه بيطيروا العقل فعلا، ولك قد ايه هادين، يعني عندنا 90 ولد بالاستوديو ما عم نسمع اي صوت وما عم نسمع هيك ضجه ولا شيء، منضبطين وعم بيغنوا مبسوطين بدهم يغنوا. نحن منشان هيك نحن رح نسمع ثاني اغنيه منهم، رح ننتقل لعندهم للكورال. روعة ولا أهضم من هيك، ومرتاحين والبوستشر وهيك وقفتهم ما أحلاها. بتعلموا الطلاب طريقة الوقوف، تصرف، البادي لانجوج شوي؟ عم نعلمهم هلأ. هيدا شغلة بدها وقت، يعني أنا بعرف حتى من التلاميذ اللي كتير ملتزمين، هيدا شغلة بتعرف وقتها تكوني على التلفزيون وكاميرا قدامك وستيج وعالم بتعملي بانيك وما بتقعدي تعرف شو بدك تعملي بإيديك. بس هن كتير مرتاحين هلأ. مرتاحين هلأ. نحن بنجرب نريحهم قبل وانا رحت زرتهم جمعه الماضي، لانه انا بروح اوقات، بس كنت جمعه الماضي رحت زرتهم كلهم، تعطيهم معنويات وفسر لهم كيف بدهم يوقفوا كيف بدهم، يعني اشتغلنا شوي على هيدا الشيء. هلا اكيد بعد في شغل على البوستشر، بس لا كثير فخوره منهم. شو عم يتعلموا؟ اي نوع اغاني؟ هلا سمعنا اغنيه وطنيه لفلسطين غاسل حلين، بنوجه له تحيه كمان، يلي بتعبر فعلا عن حب لبنان. وسمعنا انا ونلح بعد شوي نسمع تراتيل، ومثل ما كنا عم نقول طوايف إسلام ومسيحية موجودين، يعني قدي عم تشتغل على هالموضوع أنه يكون جامع الكل؟ هلا اجمالا نحن ما كثير بنعلمهم تراتيل، لانه احتراما للطوائف انه بنضلنا بالاغاني الوطنيه والاغاني اللي بتتعلق بالايمان اجمالا او بالسلام. هلا اليوم استثنائيا لانه عيد البشاره حبينا انه نعمل لفته صغيره مع ترتيل لسيدتنا مريم، بس كمان حتى تنقيه التراتيل انا كثير بنتبه انه يكون مضمون الترتيل يكون تجمع للكل. صح. هيك صار وقت عملت الافي ماريا مع الاذان، يعني نقيت يكون دائما الكلام
بيناسب الكل، لأنه يعني نحن عم نجرب نجمع مش عم نجرب نخلق مشاكل. وحتى يعني وقتها حكيت مع التلاميذ قلت لهم يعني في هيدي الترتيله يلي مش حابب يرتلها ما في مشكل ومش غلط، يعني لانه ما بدنا حدا يعمل شيء ما انه مقتنع فيه. وحبيت ردة فعل التلاميذ انه اكيد لا، نحن هيدا عيد جمعنا وهيدا شيء حلو، فبتحس الرساله حلوه. بس اكيد هدفنا منا ابدا انه نقدر انه إذا بدك نجبر حدا على شيء، بس منجرب النقي اللي بيجمعنا. الأهل شو رد فعله على الموضوع؟ لكن الأهل أنا ما عنا علاقة مباشرة معهم، بس بعرف إنهم كتير عم بيكونوا سبورتيف لأولادهم، لأنه أول شيء تخلون يبقوا بالمدرسة من بعد الدوام، أنت بتعرفي، وتخلون لأنه دائما تاخذ الأبروفل من الأهل إنهم يجوا يحضروا على التلفزيون. وأنا أكيد إنهم فخورين كتير فيهم اليوم، وبدي أقول لهم بدي أشكرهم لأنه عم بيعطوا كمان هن يعني مزبوط نحن عم نعطي هذا الشيء، بس لازم الأهل يكونوا موافقين. دونك بدي أشكر الأهل لأنه عن جد ما فيك تعرفي قديش الموسيقى فيها تغير بنفسية الشخص، وخاصة بهذا العمر. أكيد يعني الموسيقى هي بحد ذاتها أول خطوة للسلام يعني. وهذا دايما بنحكي معك تانيا أنه اليوم التربية الموسيقية هي من ضمن التربية على المواطنية، على العلاقات الحلوة، على المجتمع الأحلى. بتحسي أنه الأولاد بيتغيروا؟ قلتي لي يعني كفن هون أنه تغيروا الأولاد من أول ما بلشتوا لليوم، بس بشخصيتهم بطريقة تعاملهم حسيت انه في تغير؟ ايه حسيت. كيف يعني؟ مثلا بعرف انه في اولاد شفتهم اول مرة كانوا كتير يستحوا يضلوا قاعدين ورا ومستحيين، هلا صاروا لا، انه بدي غني، بدي بين، بدي اعمل، بدي يجوا يسمعوني، حبيتي صوتي، بتعرفي هول القصص. وبنفس الوقت كمان كيف حسيت انه بتعرفي دائما في هول الاولاد المشاغبين بالصف يلي دائما بيكونوا عم يحكوا وعم بيعملوا مشاكل، وبعرف منني لانه بعرف بتابع حتى اذا انا ماني موجوده بعرف، بس وقت اجي بعرف انه بيعملوا افار وبيروقوا. هلا اليوم كلهم رايقين، فهيدا الشغله كان بتعلمهم الديسيبلين يعني، لانه بتعرف انه شخص واحد اذا ما كان بيخرب كل شيء. صح وهيدي المسؤوليه انه اليوم كل واحد منهم مسؤول كرمال هيدا البروجي ينجح. يعني تطلع الغنيه اليوم ناجحه وتطلع حلوه لازم يكونوا كلهم عم بيحترموا بعضهم وواقفين، وما حدا عم بينكوز الثاني او عم بيسبق على الثاني كمان يعني. صح. هون بيتعلموا انه يكونوا كلهم بذات الطريقه عم يشتغلوا. تانيا نحن رح نتابع حديثنا معك، بس طلاب صاروا جاهزين بدنا نسمع اذا مش غلطانه ايماني ساطع. I'm happy.
ولا اعظم وهيك البيانيست والصبيه اللي دقت بالاول كلارينات كمان قد ايه مهضومين يعني. اليوم تانيا معلش سؤال هيك حشري شوي بدي شوي فوت هيك بخصوصياتك يعني كيف بتلحقي يعني بين الاكاديمي بين شغلك بين سفراتك وبين هالمشروع يلي عم بتقومي فيه عن جد فعلا كيف عم تقدري؟ لك انا بقول طالما عندي قوه وانرجي انه رح ضلني عم بعمل كل شيء النهار اللي بحس انه ما بقى عم بلحق رح اضطر خفف شيء. بس انا من النوع اللي ما في ابقى يعني ما بتقطع دقيقه بحياتي في اقعد هيك اقول هلا ما عندي شيء بدبرس يعني النهار اللي بحس انه ما في شيء اعمله ما بعرف بتضايق بقى بحس انه هيدي نعمه انه ما في شيء بيرسونال مثلا معقوله كمان هيك هلا بيكون هيك شاغلك شوي تانيا هلا لا هلا لا مش لانه ما عندي وقت لانه بحس هذا الشيء وقتها بيجي بالعكس بتتفرغي له بتلاقي بتخترعي وقت بس لا نصيب لا بيقولوا بس حياتي مليانه باولاد وبحب الناس وعن جد ما يعني ما بحس اوقات كثير ما بحس النقص مع انه اكيد غير انك تكون عندك عائلتك واولادك فهيدا اكيد شيء انا بطمح له وان شاء الله ان شاء الله يجي يعني بس فخوره منهم كمان سو بحس انه عائلتي كبيره اذا بدك على كل الاصعده وبجرب قد ما في بقول انه هيدي نعمه انه اقدر اكون عندي هالانرجي اقدر اعمل كل هالقصص وانا مشكلتي اني كثير بكي يعني بكون كثير بتابع هالقصص هذا اللي بيتعبني اكثر شيء بس عندي اكيب حلوه دار من داري بشكرهم كلهم ونحن فخورين فيك كمان عندي الام تي في اللي دائما بتضوي على كل شيء بعمله وهيدا الشيء عن جد كثير بقدره وراكي نحن دائما بدي اقول لك يعطيك العافيه بس بدي اشوف كمان شو عنا نيكست اكيد رح بتكملي بهالمشروع وقلتي انه رح بتتوسعوا بغير مدارس بس تانيا اسيس شو عندها هلا انا عم بحضر غنيه جديده للصيف مهضومه كثير وهيك بترقص من وحل صيفية مع مين حضرتيها؟ كمان مع جاد مهنا يلي نعم. لحن وكتب غنية شو مخبى الليل عندي كونسير بكازينو لبنان بجون ورح تكونوا الام تي في معنا كمان سو رح تعرفوا كل التفاصيل قريبا وعندي حفلات برا عندي مهرجانين بمصر عندي إيطاليا عندي كندا عندي كذا سفرات يعني بالصيفية رح كون أغلبية الوقت برا لبنان انا بدي اقول لك ثانك يو لك بدي اقول لهم ثانك يو لهالصبايا والشباب الحلوين وعلى هالمشروع الحلو والرائع اكيد يعني هالمشروع يلي رح نذكر انه هو للمدارس الرسميه عم بيكون في صفوف موسيقى وغناء لمن تانيا أسيس ووان لبنان وكل التيم يلي بيشتغل معي كمان هالتيم يلي صار مثلك مثله يعني صار عندهم هالزخم وهال الوفا للقضية إذا بدنا نقول مثلك يعني تاني قد ايه كمان عم بيكتر هيدا اللي بحمس انك تكفي تشتغلي لأنه وقتها بتشوفي انه التيم در من دارك هي عم تكبر وهي عم تنشر هالرسالة مثلك بتحس انه عن جد شغلك عم بيأثر ما بعرف إذا صاروا جاهزين لنختم بآخر ترتيلة تحت رح بيرتلوا لنا حبك يا مريم بدي اقول لك ثانك يو تانيا ورح نختم مع حبك يا مريم وبنرجع بناخذ بريك